كيتوه يدور هنا، كيتوه كما نقولوا كيقلل الحس، ويكون الدور ما كاش في الدوار تشوف الضبع يخرج يبان، نشوفوه منا لحد طرف القابه كما راك تشوف راه وراي القابه يدور، كاين الضبع ورانا نخافوا لاولادنا صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، الان رانا في عند خونا مزوات بن حليمه، عند خونا مزوات بن حليمه من بلديه الناظوره، من بلديه الناظوره، تابع اقليميا بلديه الناظوره. والله احنا رانا نسلطوا الاضواء على هذه العائله، العائله هذه راهي شحال بعيده منا خويا بن حليمه؟ المقر البلدية كاين 10 كيلو، 10 كيلومتر، يعني 10 كيلومتر بيست، يعني هم مقيمين في يعني تواركم الغابة. واه في الغابة، يعني جميل، غابة البزاز قريبة لكم. راني فيها، يعني تقريبا غابة البزاز. خويا بن حليمة، يعني شوفوا العيشة لك، عايشة عيشة يعني من المستحيلات السبعة في الجزائر، عيشة عيشة كيما انت يعني وجه، يعني كيفاش راك عايش ومع عندك اولاد؟ احكي لنا يعني. واه متزوج وعندي 3 اولاد، عندي 3 اولاد وراني عايش هنا، كنت عايش في قيطون والقيطون تقطع ليا وراه جيت سكنت في هذا المسكن، هذا المسكن لا يليق للسكن. عطاه لي مولاه قال لي منا للحرث، كاين حرث اخرج من سكنتي، والسكنه هذه لا تليق بالسكن. انا راني ماني ضد حتى مسؤول، راني حاب نبلغ الرساله نتاعي باش ندي سكنه ونستر فيها وليداتي. مانيش حابهم يقابنو كيما تقبنت انا، مانيش حابهم يشبعوا ميزيريه كيما شبعت انا. هذا هو الميساج نتاعي اللي راني نبلغه، وانا انسان ماني لا خدام لا والو. يعني ملف السكن، يعني شحال عندك يعني ملف السكن؟ يعني وانت دابا ملف تاع السكن من 2014 وجددت في 2019 وما استفديت من حتى شيء. انا ماني مستفاد من الدوله حتى شيء، ما عندي حتى شيء. ونطالب من السلطات تاع البلديه وتاع دائره مهديه يجوا يزوروني ويشوفوا بالعين. رسالتنا للسيده رئيسه الدائره المهديه، يعني نوجه لك هذه الرساله انك تزوري هذه العائله. يعني وكاين عائلات راهم هنا مقيمين هنا، يعني راهم كارثه انسانيه المناطق هذه اللي لا حول ولا قوه. المهم زيد نواصلوا مع خويا سموك بن حليمه، يا خويا بن حليمه، يعني منين راك عايش؟ كنت نخدم في البصله، وكي كملت خدمه البصله راني قاعد دروك في الوقت الحالي، راني قاعد. كاينين المحسنين اللي يعاونونا، وإلا ما كانش ما كانش. كنت نخدم قاع البصله ودروك صاي الحق الوقت تاع البرود، ما كانش البصله دروك، لازم تلبد كابتك وتسافر. درك انا قاعد نخلي هذو الاولاد هنا وحدهم، قاعد نروح نخدم على اولادي، ما نقعدش هنا الله غالب، ما عنديش كيفاش ندير. مش عارف هنا، يعني نشوفوا هنا رانا، يعني هنا ورا، يعني شوفوا ذاك المشاهد الكريم يشوف راكم هنا تسخنوا، يعني تشعلوا الحطب. الحطب ما كانش، تشعلوا الحطب يعني تجيبوا الحطب، يعني تلمدوا الحطب. و بصح راه البرد هنا، يعني كيفاش ما فهمتش انا؟ راني دايرين هنايا هذا الدار باش نسخنوا فيها، وكاينه دار شويه وحده اخرى شويه مستوره، يعني مستوره، وهذه راك تشوف فيها بعينك زوج ديار لا اقل ولا اكثر. يعني بصح انا تشوف، يعني المعلومه اللي وصلتني انا هنا، يعني يقولوا كاين الضباع بزاف هنا. كاين الضباع، واه في 2022 كاين ولد بوخاتم عبد القادر مشى راح قعد مده اشهر بس صبناه ميت في القابه. انا هاني راني خاف على ولادي كيما كيف اي هو انسان يخاف على ولاده. هذه هي نجد السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية الناظورة. كاين سكنات، مجمع سكنات، وكاين سكن ريفي، عطيلو سكن ريفي. ها هما ها الأولوية لهالو. من فوت راك دابا؟ من 2014. من 2014 السيد رئيس البلدية لبلدية الناظورة، ها الأولويات للسكنات الريفية. هذا كون تشوفوا ولادهم كيفاش، ولادهم دوك نصورهم لكم كيفاش عايشين، ينده لها الجبين. لجنة راكم 15 عضو في المجلس الشعبي البلدي بلدية الناظورة، شوفوا الناس كيفاش راهم عايشين. يعني الانسان اللي يتمرمد مع ولاده هنا يتمرمد، انا نقول ماهوش، يعني ديروا عليه تحريات، شوفوا يعني ديروا، روحوا يعني المدير الساكن، تروحوا لافكو، تروحوا لوبي جي، بالك هذا السيد راه مستفاد، بالك من 2014 وعندكم سكنات ريفية. راه السيد الوالي الولاية منح للناظورة الريف، بناء الريفي، سكنات الريفية، ليس مجمعات سكنية وسط الناظورة. هذا قال لك اعطيني هنا، تقدر تدي ريفي هنا، يعطوك. ما عنديش بلاد هنا، ما عنديش بلاد هنا، انا لا تلاقي لي فيلاج هنا، ماشي بلادي.
ما عنديش. ها من هذه العائلات اللي تنقضوها سيد رئيس البلدية، رئيس الدائرة، ها هي العائلات اللي تجي تزوريها. رسالتنا كذلك يعني رانا نشوفوا يعني بلي ولادو ما عندهم لا حليب، ما عندهم لا ليكوش، ما عندهم يعني والله كارثه يعني. انا نتمنى نطلبوا يعني من الهلال الاحمر الجزائري تاع ولي تيرت يعني يخرجوا، شوفوا هذا القاف ديروا قافله وخرجوا لهذه العائلات. كاين ناس تعاونوا سبحان الله. روحي اعطونا واحده من الشيكات. روح هذاك الصغير، هذاك الصغير معليش. روح شوف بنت كيما هذه عند كاره وينار هضري معها راه من هرب لها. شوف 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 يعني بنت كيما هذه لا حول ولا قوه، يعني عايشه في منطقه كيما هذه نقول لك كارثه. كمل شوف بالعليمه اخويا حكي هذه. هذاك الطفل الصغير ها راه وينه، هذاك اللي راح له ولده الاول عم نول، هو اللي راه يعطي لي الحليب برك، هو اللي راه يجيب له الحليب. ما عنديش منين نجيب دروك في الوقت اللي راني فيه، منين كنت خدام نجيب، بصح دروك الى حبست الخدمه ما عنديش منين نجيب. الغال راك تشوفه بعينك، راك جيت وزرتنا صورات عبر على نفسها العائله. يعني احنا يعني في احنا رانا نقولوا يعني السيد هذا ما عندوش يعني ساكن باع، ولا عنده افطروا، ولا عنده سياره، ولا عنده يعني مثال عنده الغنم، ولا عنده سبحان الله يعني لحقنا لواحد الدرجه انه الانسان اللي يقول لك ما عنديش يعني ما عنديش. صح الانسان كي ما يكونش عنده مدخول وما يكونش عنده دخل وما يكونش قريب للبلاد بعيد يعني ما يقدرش. رسالتي كذلك يعني نطلب من الجمعيات اللي في الناظوره، كاين بعض الجمعيات ناشطه ديروا له حمله، لمدوا له يعني هو ما يحتاج، ربما يحتاج مواد غذائيه، يحتاج يعني ربما افريجه اغطيه اللي تقدروا ديروها. ما نقولوش روح تشري له من الفيترينه، ولكن كل واحد عنده كوفيطه في دار زياده، كل واحد عنده يعني لباس يعني زايد عليه، يعني القهوه السكر لحظه ماهيش عيب. هذا خونا ورانا جزائريين ورانا يعني ولات بلاد في هذه الولايه. زيد يعني نشوفوا طفل صغير والله، شوف العائله تاعو يعني والله صدقوني يا خاوتي والله ما تقدر تعبر عليها. اخر كلمه للسيد ولي ولايه، نطالب باللي يعطينا سكن لوليداتنا باش يعني نشوف يعني شوف بالعليمه خويا، اسمح لي بالعليمه خويا، حنا دوك السكره ما كانش يعني تدي قطعه ارض تكون بناء ريفي. ندي ونبني روحي، المهم نبني غير دار واحده نستر فيها ولادي. رحت الرئيس دار المهديه ولا ما رحتش؟ رحت لرئيس البلديه الناظوره. وهو رد الفعل يقول لك ان شاء الله، يعني دائما يعطيك الامل. الامل كاين ان شاء الله، احنا نحوسوا هذا الامل اللي يعني يطبق. الكل يعلم بلي رئيس بلديه الناظوره انسان طيب، انسان معروف في الساحه السياسيه بلي انسان طيب، انسان يعني مولا خير، وانسان يعني بني كذلك عنده يعني كلام، يعني كلام في المستوى. احنا نطلبوا منك سيد رئيس تولي اعضاء المجلس مشكورين وقفوا مع هذا السيد، ربما ما على بالكمش ولا ربما ما شفتوش وراه ساكن، ولكن احنا اليوم سلطنا الضوء على العائله هذه، عائله يعني كارثه، يعني لا كهرباء لا يعني شوف ما نقدرش نقول لك يعني وراهم ساكنين، وصح كاين مجمعات من حداه ساكنين شغل راه محمي بهم، ماهوش نقولوا مقطوع ولا ساكن يعني كاين مجمعات. رسالتنا دائما نقولوا يعني للناس الخيرين اللي يقدر يعاون خونا بن حليمه، راه يسكن في دوار جلال بلديه الناظوره، دوار جلال معروف في دوار جلال بلديه الناظوره، يقدروا يوصلوه حتى لنا ونخلوا له ربما رقم الهاتف، يقدروا يعاونوه بالشيء اللي كاين، بالشيء اللي كاين ما نبخلوش عليه. راه العائله تاعو يعني راه مرضى، ربما يعني يحتاج الولاد الصغار طبيب نفساني، العائله تاعو تحتاج طبيب نفساني. والله يا خاوتي راه في واحد الكارثه عظمى، راه يسخن انا دروك رانا الشيميلي راه يجعل العطب، يعني العائله دوك اللي تشعل العطب وتولي كارثة، راه يخدم البصله عند ناس فلاحين مستثمرين. ان شاء الله تكون الصوت تاعنا وصل، ورانا باذن الرحمن باذن الرحمن رانا نرجعوا ان شاء الله ونزورك باذن الله، يعني ان شاء الله يعني حسب الاستطاعه اللي نقدروا. مرحبا بكم في الحياه، ان شاء الله توصل السلطات الولائيه باذن الله. المجلس الشعبي الولائي مشكور جزيل الشكر، يعني الشكر هو بعض الاعضاء ما نقولوش كاع، ولكن بعض الاعضاء اللي راهم يعاونوا في الجلاليل وراهم يوقفوا ويوصلوا الانشغالات، يعني لكم جزيل الشكر. وما نقدروش يعني نسموا بالمسميات تاعكم، راكم هنا في القلب بارك الله فيكم، نعرفوكم باللي يعني ترفدوا الصوت، ترفدوا الانشغال تاع المواطن تيرتي وخاصه مناطق الظل. ان شاء الله يعني الصوت نتاع خونا بن حليمه يوصل باذن الرحمن.
أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.